بسم الله الرحمن الرحيم. البلاطات العادية أو السوليد سلاب أو السقف البلدي كما يطلق عليه يتكون من كاميرات ساقطة، كما نرى هذه الكاميرا الساقطة أو كاميرات عم ذات عمق أكبر من عمق البلاطة وبلاطة. واحد الكاميرات اللي أطلق عليها كاميرا ساقطة حول البلاطة حول كل بلاطة وكل سكان النقول حول كل غرفة. يتكون من فرش وغطاء، تسليح البلاطة يتكون من فرش وغطاء الفرش والممتد في الاتجاه القصير من اليمين إلى اليسار، والغطاء الممتد في الاتجاه الطويل الذي من الأمام إلى الخلف تستطيع يعني كما في هذه البلاطة. نضيف الأركان الزوايا للبلاطة الكبيرة، نضيف لها تسليح في الأركان بزاوية 45 درجة، تطلق عليه الحدادون مشاطيف. يتم رفع الحديد من فوق الخشب ببلاط، ارتفاع البلاط 2 سم ونص تقريبا ليعطينا مساحة التغطية أو بعد التغطية. كما أنه متيح للكهربائي هذه العلامة الحمراء، الكهربائي سوف يعمل الكهربائي متيح له العمل بحرية أفضل. حطها مشاكل ولا لسه؟ لسه المشاكل شغالة؟ هذه نظرة عامة للسقف. يعني وزن الشمبر كله؟ البلاطة سيكون حدود 15 سم تقريبا. السيخ الأسفل لدينا تحت أسفل السيخ 2 سم ونص الكفر، ثم سيكون بعد الصبة غالي 12 سم ونص إلى هنا تقريبا. هذا سيكون ارتفاع البلاطة رضا.